ما رح روح. نازلي روحي من هون. شو مفكرة انك رح تلاقي ببيت كيف الجيم؟ ما رح روح استاذ، ما رح اتحرك من هون قبل ما تعطيني المفتاح. نازلي بطردك. ها، ورغم هيك ما رح روح. استاذ، كيف الجيم ما انا موجودة، بس علي موجود وممكن نقدر نساعده. لا تواخذني سيد تانجو، انا ما قدرت اوصل للدكتور علي وانا لازم روح. تعرف البنت، انا بدي اطلب منك طلب، لو سمحت ممكن تعطي هي؟ شكرا لك، عن اذنكم. يلا تعال، خلونا نهرب من هون قبل ما يجوا الصحفيين. وين نازلي يا ترى؟ رح توصل على الوقت، لا تقلق ابني، لا تقلق. لا تقلق أبدا. يلا كذا الجو، يلا اعطيني شي دليل. لا تواخذونا. هذا الدكتور اللي قتله. استاذ نازلي رح تجي، انت متاكد؟ رح تجي، لا تقلق، تمام؟ يلا لو سمحتي، يلا لازم لاقي اي شيء ممكن يساعدنا حتى لو كان صغير. Thank you.
تفضلوا عدو. نازلي ما اجت لهلا. رح تجي تفضل. في شي دليل أو شاهد مضاف على الملف؟ ما في حضرة القاضي. لا حضرة القاضي. في مجال تستعجل شوي لو سمحت؟ مسألة حياة أو موت فورا. أستاذ لو سمحت بدي مساعدتك. أنا لقيت وصفة طبية. كيف الجيم خانم كانت عم تاخد دواء. دواء شو؟ أدوية بتضغط على جهاز المناعي. أدوية كتير تقيلة أستاذ. ما كنا منقدر ننقذ كبلجم خانم أبدا. المتهم علي وفا، في شي حابب تضيفه على إفادتك اللي قدمتها بالجلسة الأولى يا ترى؟ كل هالحروب مع هي الأدوية من المحتمل أنه رئتيها فشلوا تماما. يعني ما كنا منقدر نساعدك. أنت شوف الصورة هلا واللي الحقيقة بترجع. اسرع شوي كمان لو سمحت. انا كان بدي الطفلة تعيش. صدقوني ما كان في مجال أبداً إنه ننقذ الأم. لو كان في كنت أنقذتها. بس هيك. قرار المحكمة. المتهم علي وفا بإطار قانون العقوبات التركية اللي رقمه 5237 بسبب رفضه لإجراء العملية اللي بتنقذ حياة الأم كفل جم خانهم، وتصرفه بشكل منافي للاهتمام والانتباه كمان اللي بتتطلبه مهنة الطب. عفواً، وين محكمة العقوبات 49؟ بالطابق اللي فوق. أثبت أنه ارتكب جريمة عاطلة وبموجب المادة 85 لقانون العقوبات التركية يلي رقمها
5237 القرار يعاقب بالسجن لمدة سنتين، وبالإضافة للمتهم علي وفا بموجب المادة 53 ألف لقانون العقوبات التركية معاقبته بمنعه من مزاولة مهنة الطب. وقفوا! ممكن احكي مع المحامي لو سمح؟ تفضلي. هاي الدواء وهي الوصفة الطبية كمان. ممكن احكي حضرة القاضي؟ تفضل. نازلي خانم، لقيت بخزانة الأدوية تبع كيبلجم خانم هذا الدواء يلي ماسكه بإيدي، وهو عبارة عن مثبت مناعة. هذا الدواء قوي كتير وبيستخدم بالأوضاع يلي بيلحق فيها الجنين الضرر بالأم. هالشي مو مكتوب بملفها. كيبل جيم خانوم كانت تاخد هذا الدواء بالسر، أصلاً كانت تتعاني من ضيق تنفس خطير. مين طلع هالدواء هلا؟ هالشي مو لا تصدقوها. وشو بدنا نعمل حتى بينها الدواء؟ مو معقول هذا الشي. هدوء. تفضل حضرة المحامي كمل. حسب المعلومة اللي وصلتنا نسبة نجاة كيبل جيم خانوم من الإصابة اللي تعرضت لها هو 1 بالمليون، بس نسبة نجاة الطفلة هي 50%. يعني هذا الدواء رح يثبت براءة موكلي. أنا بطلب تقييمه فورا حضرتك. لا اهدوا لو سمحتوا. شلون يعني يطلع براءة؟ اكيد في لا دواء هلا ما بيصير. هذا قلت لكم هدوء. كمل لو سمح. نفس الدواء. ايه نفس الدواء مكتوب هون الوصفة الطبية. مشان تدقيق الدليل الجديد ولهالسبب قررنا نقل الملف لهيئة خبراء جديدة، وبعد ما يرجع تقرير هيئة الخبراء وقتها بقدر اني اخذ القرار بخصوص هذا الملف. برافو. ما بيصير هيك. برافو نازلي، مبروك على هالحكي. ما بيصير هيك. أكيد في لعبة، لازم تحاكموه. هاد مو عدل، هو يلي قتلها. ما بيصير هيك أبدا. مو معقول هالحكي بنوم. ألف الحمد لله. شو صار هلأ؟ يعني كيفل جيم خانوم إذا كان عنده مرض عن جد معناها أنت نفت يا علي. يعني بطلع براءة؟ رح نحكي بالتفاصيل، بس احتمال كبير تطلع براءة. شو يعني إنه تاخد دواء بالسر؟ ما حدا كان بده الطفلة، ولو كنا منعرف إنه صحتها ما بتسمح لها ما كانت رح تقدر تستمر بالحمل. هذا الدواء بيثبت إنه علي كان معه حق. وين نازلي؟ تعالي يا بنتي، تعالي لهون، تعي. ما رح أنسى الشيء اللي عملتي أبدا. استاذ. يا شباب سمعتوا، رح أطلع براءة. أنا ما غلطت أبدا، سمعتوا؟ نحن ما شكينا بهذا الشيء أبدا يا علي. مبروك يا أخي. شكرا لك ديمير. شكرا ديمير. آشلي شكرا. مو إلي، لنازلي.
شو صار؟ غيرتوا مكان الغرف؟ لا ابنو، ما غيرنا شيء ابدا، بس الوضع تغير هلا. لا تخبص بالحكي يا فرمان. خير استاذ، رايح على شي مكان؟ على الاغلب كان عندك علم بالمحكمه. شو بدكم مني؟ اعتذار من علي مثلا، او بكفي تقول انك ممكن ترتكب شي غلط كمان. هاد انا اللي بقرره. شو صار؟ صرتوا عصابه هلا؟ لا، عصابه شو؟ بالنهايه كلنا بشر وممكن نغلط، ما هيك استاذ؟ ايه طبعا. عن جد؟ طيب انا رح فرجيكم الغلط لكن. تفضلوا خذوا، هي غلط. شو هذا هلا؟ هذا تقييم الاطباء والمساعدين كمان، وين المشكله؟ انت بعته لمجلس الاداره؟ ايه نعم انا بعته. انا ما فهمت شو يعني؟ يعني رح يطرد حدا من الشغل. ايه هيك بالضبط، هذا المشفى رح يفلس وما حدا منكم فارقه معه ابدا. هاد مو شغل رئيس الاطباء، هاد شغلي. هذا المشفى ما رح يفلس وانا رئيس الاطباء، مفهوم؟ بليز اهدي شوي، اهدي. ليك وانا قلت لكم، قلت اني عم ساوي شغلات كثيره وعم استنى النتائج، واذا ما اجت النتائج مثل ما بدي رح اضطر ساوي اشياء اكبر. يكون بعلمك انا ما رح اسمح لك تطرد حدا من مساعدينك. مين قال اني رح اطرد حدا من مساعدينك؟ هيك بالضبط. حبيتي ولا ما حبيتي يا بليز هانوم، اذا بقيتي هيك رح يفلس المشفى. الشيء المهم هون مين رح يفشل معه. وهلا يا فرمان، انسى كل الحديث اللي صار هون وروح على شغلك فورا، عم تفهم؟ سوريا ليش تأخرت؟ في عجقة على الطريق، كيف زهرة؟ صار شي مشكلة؟ فهموا شي؟ موجوعة شوي بس منيحة، لهلا ما اجوا الأطباء. ما طلبوا وثيقة ولادة ما هيك؟ لا، عطيتهم الهوية، يلا تعال فورا. تمام اهدي شوي، بدي 10 دقايق، أضحك تقولي شي عم تفهمي؟ بلكي فهموا، هدول دكاترة كيف رح نضحك عليهم؟ أنا خايفة كثير. لازم تخافي بلقيس، إذا خفنا بنكون حذرين أكثر، وقتها ما حدا رح يفهم شي، لكن أنا جاي هلا، رح نكون أكثر عيلة لطيفة وطبيعية بالعالم، تمام؟ لأنه نحن إذا غلطنا أي غلطة صغيرة. بعرف، رح ينتهي كل شي. شو رح ينتهي؟ ولا شي، كنت عم أحكي مع زوجي. انتي ام زهراء دوس جون اوغلو ما هيك؟ تشرفت بمعرفتك، انا الدكتور فرمان. رح نادي للمساعدين ويجي بعد شوي. تمام، معافى ان شاء الله. شكرا لك. سمعتوا ما هيك؟ تعال بسرعه، سريا بترجاك لا تتاخر. خليكي هون. صباح الخير يا مشفى الحياة. صباح الخير يا أخي، كيفك؟ صباح الخير. صباح النور. صباح الخير. صباح النور. أخت جولين، صباح الخير، كيفك؟ صباح النور. شو كأنه اليوم حلو كتير ما هيك؟ حلو. صباح الخير. صباح الخير يا أساتذة. صباح الخير يا رفقاتي. صباح الخير نازلي. وين كنت علي؟ يلا عود. لا تواخذني استاذ، انا اليوم تفتلت شوي بالبسكليت، لا تواخذني. السيد هالوك عنده عملية ورم وانا مشغول كتير لهسبب جماعتكم، ممكن تهتمي بهالحالة فريدة؟ انا؟
ما بعرف، يعني أنا دخلت مرة واحدة على عملية بابا، ممكن أهتم فيها برأيك؟ إيه؟ وأنا عندي حالة يرقان، إجت الصبح مع تقيؤ. نازلي أنت معي. وكمان دمير. أنا إلي الشرف أستاذ، يعني أكيد أنت اخترت الأفضل. شكرا إلك. نحن مع بعض، إذا بتتوسط لنازلي هالمرة راح دمرك. إذا بدك تعملي سباق جديد خبريني فورا مشان خفف شوي من سرعتي. أنت لطيف كتير. أستاذة، حتى لو كنا بحالات مختلفة بس قلبي معك، يعني تضامن نساء. طبعا. وقفوا، أنا شايف إنه المنافسة بلشت، بس شو ما صاروا بالرغم من كل شيء، برأيكم حيفوز الخير اليوم؟ رح يفوز. أكيد رح يفوز. رح يفوز الخير اليوم. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.